السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا عارفين ان سنغافورة من افضل البلاد كنماذج للمدن الذكية، فمن ضمن التولز اللي سنغافورة بتستخدمها بحاجة اسمها سيسكو كينكتك. ده بيعمل ادارة للطرق وبيبقى عارف مثلا ان الاتوبيس او الحافلة هيوصل كمان قد ايه، وبيشارك المعلومات دي مع المواطنين، وتقدر توصل ليها من خلال الموبايل. طيب لقيت وثيقة بتشرح كل حاجة موجودة، هسيب لكم رابط الموقع بتاعهم، او ممكن تعمل سيرش عليه على النت، هتلاقي ملف بي دي اف اهوت، حملته فتحته اهوت، بيبدأ بقى يديك الاختصارات. هو الملف كبير 170 صفحة، بس بيشرح لك بالتفصيل البلاتفورم او المنصة ديت ايه لازمتها وازاي انها مفيدة في تنظيم الزحمه والمرور الموجود في المدينه. بيقول لك دي الواجهه بتاعتها، بتدخل وتبقى شايف كل حاجه في المدينه. انا بفترض بقى ان حد نسي الباسبور ده عايز يستخدمه تاني وحاجات زي كده. في متابعه كامله لللايتنج اللي موجوده للباركينج. طبعا مش سنافورة بس اللي بتستخدمها، في بلاد كتيرة جدا بتستخدم التورز ديت. فبيقولك بقى الداشبورد بتبدأ تحدد المعلومات اللي انت عايزها، وكل حاجة بقى بتبدأ تظهر عندك على الخريطة، لو في مشكلة برضه بتظهر عندك. في اللايتنج، في الويست مانجمنت، إدارة المخلفات، الترافيك، الانفيرومنت وهكذا. فأنت شايف كل اللايتنج لو فيها مشكلة موجودة، لو في حصل استهلاك زيادة في الباركينج، الحاجة الخاصة بالبيئة، حاجة خاصة بالمخلفات، الحاجات الخاصة بالباركينج، الاشغالات قد ايه، فتقدر تاخد انت قرار. هو طبعا بذكاء اصطناعي ممكن يساعدك باتخاذ القرارات السليمة، بحيث نخفف الضرر اللي ممكن يحصل. في حاجة خاصة بالسيفتي، الكاميرا الموجودة في المكان كله تقدر انت تشوفها. لو في اي حرائق في اي مكان تقدر انت تكتشفها وتشوفها اول ما تحصل. في سنسورز موجود، كل حاجة انت شايفها ومراقبها. ممكن تقول انا عايز اشوف الزحمه بس، هات الاماكن اللي فيها زحمه، بحيث ممكن توجه السيارات لمكان بعيد عن الزحمه عشان تقلل الزحمه اللي موجوده. الترافيك هي منصه جميله، اتمنى ان انت تبداوا تستخدموها.